السلام عليكم. اليوم كانت الجلسة 11 ديال الطالب أنور اللي تقتل في أواخر 2022، ولدي مسكين الله يرحمه، الله يجدد عليه الرحمة في هذا النهار. اليوم تأجلت الجلسة حتى 5/12. جا واحد الخبرات يلا جاوا، باقي ما تضموش الملف الدفاع ديالنا، طلبت تأجيل باش من أجل الاطلاع بعدا تنشوف هاد الخبرات شنو فيها. وكذلك المشتبه في أمين أشبق ما جاش. اليوم السيد الرئيس مشكور من هذا المنبر انه تيأمر باحضاره بالقوه العموميه. هذا السيد هذا خاصو يحضر، لا ماشي من الاصدقاء ديالو، من العائله ديال المعتقله القصير، من العائله ديالها. دائما كانوا كيطالبوا انه دائما كانوا تيطالبوا بالاحضار ديالو. الدفاع ديالو كان تيقول بانه مشى، ما كايناش هنا في المغرب، كاين في بلجيكا. كل مره تيقول تاريخ، مره تيقول مشى في 2008، اليوم تيقول مشى في 2017. كان اخر جلسه السيد الرئيس مشكورا عطى الامر باعطاء التنقيط والتحركات ديالو. لقى بان اخر مره دخل المغرب كان في 2017، وما كاين حتى شي حاجه تدل بانه خرج من وراء هذا التاريخ. واليوم ملي ما جاش الامر بالاحضار بالقوه. الروايه اللي كتقول للمشتبه فيها، يعني انت ما مصدقهاش؟ ما غنصدقهاش، هي طرف، طرف، ولكن معها شركاء، لا القرائن ولا شحال من حاجه تتقول بان معها شركاء. يستحيل أن بوحديتها، يستحيل. من بعد تنشكر الهيئة الموقرة في شخصها السيد الرئيس، الأمور ماشا مزيان، ماشي أننا كنا غنوصلوا للحقيقة إن شاء الله. وإحنا باغي نعي الحق، أنا ما بغيت نظلم حتى شي واحد، باغي نعي الحق والحقيقة، وحقيقة مقتل ولدي، وعلاش تقتل، وكيفاش، وشكون، وعلاش. الناس كتقول بأن الوقت كفيل بأنه ينسيك هذا الشيء كامل، شنو كتقول أستاذ؟ ماشي الوقت كفيل ينسيك، مستحيل تنسى، تنتناسى وشاف. تنسى وصافي بنتي، الله يرحمه، الله يجدد عليه الرحمه تفضل. شنو الامنيه ديالك؟ الامنيه ديالي هو نوصلوا للحق والحقيقه، حق ولدي ما يضيعش. هذه هي الامنيه ديالي، تنتمنوا الحق يبان والحقيقه، ونعرفوا علاش مسكين تقتل، وكيفاش، وشكون. شحال كتمنى الحكم على هذا؟ انا عندي الثقه التامه في الهيئه الموقره، ان شاء الله غادي تنصفنا، والاطراف كاملين غيكونوا راضيين، والحق غادي يبان، والحقيقه غادي تبان. وتنجدد الشكر الجزيل للهيئه الموقره ولجميع المنابر الاعلاميه، وخاصه طنجاوي، وجميع المنابر الاعلاميه الاخرى، واخوتي المغاربه لا داخل ولا خارج الوطن، لهم جزيل الشكر، الله يجازيهم. شفت الناس كاملين متفاعلين معاك؟ ايه، الله يكثر خيرهم. تيجوني اتصالات بزاف، الله يجازيهم بخير. الناس متضامنه مع الحق بنتي، اول حاجه بعدا الناس توقف جنب الحق. حاولتي تتواصل مع الام ديال، لان بزاف المرات كتقول لي انا كنشوف راسي مثلا في الام ديال بنانين، حاولتي تتواصل معها؟ الصراحه حاولت نتواصل معها، تواصلت معايا مسكينه، والله يشهر الحق ديال اي مظلوم. تواصلت معك ام؟ الله يشهر الحق ديال اي مظلوم. دائما الصبر، الصبر، وما ضاع حق وراءه طالب، هذا الشيء اللي كاين. لا شكر على الواجب، لكم جزيل الشكر. اللهم امين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.